ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين ونكمل فقرات برنامج نور الطب. في الحقيقة احنا هنتكلم عن مرض مهم جدا من الأمراض اللي نعتبرها من أمراض العصر الحالي. المرض دوت يمكن بنشوفه في ناس كتير جدا وبيحصل أحيانا بسبب وأحيانا ممكن ما يعني المريض ما يبقاش عارف له سبب. يعني يجي مثلا حد يقول له حاجة، إيه أنا جيت أشيل حاجة تقيلة فسمعت زي صوت مثلا طرقعة، فمن يومها وبيحصل لي كذا كذا، فمن يومها بيحصل لي ألم بيخليني مثلا ما أعرفش أتحرك، ما أعرفش أعمل الكلام ده كله. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي مرض الانزلاق الغضروفي، ولكن بداية اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم عبد الرحمن صالح، متخصص العلاج اليدوي والطب التكميلي. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك منورنا. ربنا يبارك النور، نور حضرتك والله. الله يكرمك. احنا طبعا هنتكلم في موضوع النهارده من المواضيع المهمه جدا وهي موضوع الانزلاق الغضروفي. يمكن حضرتك متخصص اكتر في موضوع علاج الانزلاق الغضروفي، بتقابل حالات كتير جدا وبتعالجهم بعيدا يمكن شويه عن موضوع الجراحات والحاجات دي كلها. تمام. عايزين نعرف بس بدايه معنى كلمه انزلاق غضروفي. هو الانزلاق الغضروفي ده طبعا حضرتك العمود الفقري ده اربع فقرات. نعم. متكون من اربع فقرات و23 ديسك. تمام. من كل فقره والتانيه غضروف. تمام. عباره عن ماده جيلاتينيه هي بتقلل من الضغط بين الفقرات، يعني عشان ما يحصلش احتكاك كده. تمام. بحيث ان لو فقرتين على بعض هيبقى في احتكاك دايما يحس المريض بألم. الم شديد جدا. تمام تمام. فهو ده ربنا خلقه عشان خاطر يخفف من الالام دي. تمام. ده كعمود فقري. أوه. طيب ومعنى كلمه اربع فقرات يعني ايه؟ اللي هي الاربع اجزاء يعني؟ اللي هو ايه؟ العمود الفقري اربع فقرات، لو اربع اجزاء يعني نقصد؟ لا، هو العمود الفقري 24 فقره. نعم. متكون من 24 فقره، بين كل فقره والتانيه الغضروف. تمام. بين كل فقره والفقره الاخرى لازم يبقى فيه غضروف. لازم يكون فيه غضروف. الفقرات اللي حضرتك تقصدها دي اللي هي القطنيه بقى لا، الفقرات العمود الفقري متكون من فقرات. نعم نعم. عظم يعني. تمام. وبالنسبه للديسك اللي حضرتك ذكرته بقى بينهم برضو، يعني هو متكون من 24 فقره. نعم. و 23 ديسك. طيب معنى كلمه بقى انزلاق غضروفي، يعني واحد يقول لحضرتك انا جالي انزلاق غضروفي او حضرتك شخصته او تشخص في اي مكان ان هو عنده انزلاق غضروفي، ايه معنى كلمه انزلاق غضروفي اصلا؟ هو ده بيحصل نتيجة عن الضغط على الغضروف بس بطريقة غلط. يعني حضرتك ممكن وانت قاعد بطريقة غلط او شلت حاجة فجأة او بطريقة غلط بيحصل الانزلاق الغضروفي ده، بيخرج الغضروف، ما يعني بيخرج من مكانه. تمام تمام. يعني الغضروف يخرج من الغضروف اللي هو احنا كنا بنقول ان هو محافظ على الليونه بين الفقرات. أوه. يخرج من مكانه. بيخرج من مكانه بنسبه، يعني ممكن. تمام. نسبه بسيطه وممكن طبعا بيبقى بالتدريج. تمام تمام. يعني ده بيحصلش مره واحده. ما بيحصلش مره واحده طبعا، بس بمجرد ما حصل ولو نسبه 1% احنا بنحس بحاجه. هو ممكن ما نحسش في الاول لما يكون بسيط، مبقاش فيه اعراض خالص. بس طبعا بنبدا نحس بالاعراض لما الغضروف ده يضغط على الاعصاب اللي هي خارجه من العمود الفقري. دي حاجه من الحاجات المهمه. ده ممكن توصل ان هو يسبب ان الشخص ما يقدرش يمشي. اكيد طبعا. يعني انا بسمع ان ساعات مثلا حد يقول ان حصل مثلا عندي انزلاق غضروفي وبعدين الغضروف بدا ان هو يضغط على الاعصاب، فبالتالي ان الاعصاب نفسها ما بقتش بتؤدي الوظيفه بتاعتها بشكل كامل، فالشخص اصاب بالشلل. يعني ده بتوصل للمراحل ديت. هي ده الحاله دي اسمها عرق النزع. نعم. ده جزء تاني بقى. الغضروف لما بيضغط على العصب الوركي اللي هو اما خارج في الرجل اليمين او الشمال. نعم. بيعمل التهاب. تمام. الالتهاب ده بيفضل يزيد، بيمر بقى العرق النسا ده او العصب الوركي من الفقرات القطنيه. نعم. مرورا بالاليا والفخذ لحد الرجل من تحت. نعم. ده اتخن عصب في الجسم. تمام. بيحصل فيه الالتهاب ده بيؤدي بقى ايه؟ يعني ممكن احنا ممكن هنتكلم بقى في الاعراض. تمام. هنقول الاعراض طبعا كلها. تمام. دلوقتي. تمام. ممكن حد يجي يقول لي انا عندي تنميل في رجلي. نعم. وممكن حد يقول لي حرقان. هو بصراحه يعني انا اخدت بالي ان كل شخصيه على حسب وظيفته. تمام. يعني لو جالي كهربائي يقول لي انا بحس بكهرباء في رجلي. تمام. لو جه جزار يقول لي حاسس سكينه في رجلي. بتقطع في رجلي. حداد سيخ حديد هيخرج. تمام. بس هو الالم شديد جدا. ده ناتج ان هو بياخد الحاجه ديت من الشغل بتاعه، ان اقصى حاجه بيشوفها في شغله فبيطبقها على عايز يوصف الوجع الرهيب اللي موجود. هو بصراحه الله يعينهم اي حد. نعم. عنده عرق النسا ده الامه شديده جدا. طيب والانزلاق الغضروفي برضه نفس الالام دي؟ يعني هل بنشعر بالام؟ لا، هو اصلا الانزلاق الغضروفي ما بيسببش الالام دي. تمام. بس هو الانزلاق الغضروفي هو اللي بيعمل. اذا هو عامل يعني. هو من عوامل الخطوره.
فهو عرق النسا طبعا ليه اسباب تانية، بس تمام. السبب الاكتر لعرق النسا هو الانزلاق الغضروفي. طب والانزلاق الغضروفي ليه درجات؟ يعني نقدر نقول دي درجة بسيطة، دي درجة متوسطة، درجة شديدة ال هو الدرجة اللي هي بتظهر وبتعمل التهاب في العصب الورك، هي دي الدرجة اللي بتوصل فيها، يعني مثلا من الدرجة التانية تقريبا. تمام، يعني احنا من نهايات الدرجة التانية نبدأ ان احنا نحس ان في خلاص اعراض مش غير محتملة. طبعا ده ما بتعرفش غير بأشعة الرنين المغناطيسي. تمام، يعني حضرتك في التشخيص لازم الأول المريض يعمل رنين مغناطيسي. ده ممكن ممكن لو هي الأعراض بسيطة، هو طبعا الأشعة دي ضرورية قوي يعني عشان تمام. توضح كل حاجة، واحنا نبقى شغالين على نور، لأن هي ممكن زي ما قلت لحضرتك عرق النسا ده بيكون سببه مش انزلاق غضروفي بس. يعني أقول الأسباب التانية، طبعا السبب التاني ممكن يكون أورام، يعني ممكن يكون في ورم في الحاد الشوكي، يضغط على ورم الأعصاب. الورم ده يبقى ضاغط على العصب. تمام، ممكن يكون التهابات دي بتعمل خراج برضو فالقناة العصبية، تمام. فبيعمل برضو ضغط على العصب. يعني نقدر نقول حضرتك ان عايز تقول ان موضوع الالم نفسه ليه عوامل كتيره ممكن تكون مسببه ليه، بس عشان اوصل ان انا اقدر اقول واجزم ان دوت انزلاق غضروفي لازم ان انا يكون عندي الفحوصات برضو اللي انا اقدر اعملها ان انا اتاكد اكيد. بيها. هو ما اربع اسباب نعم. لعرق النسا. السبب الاكتر هو الانزلاق الغضروفي، نعم. وده ممكن اتكلم عنه شويه. ده بيكون بسبب يعني مثلا حضرتك بتقعد على مكتب، تمام. بتكون قاعد على فتره طويله وبتنسى نفسك بالتركيز في الشغل، سواء محاسب او صحيح. ايا كان. كلنا دلوقتي بنستخدم الاجهزه الكمبيوتر وبنقعد وننسى نفسنا بالساعات، تمام. فبيحصل طبعا ان العمود الفقري طبيعته ان هو بيبقى مفرود وحضرتك واقف، فلما بتقعد بتتني الفقرات الفقرات بتاعت القطنية. العمود الفقري طبعا. فطبعا احنا اتفقنا ان في غضروف بين كل فقرة والتانية، تمام. فبيحصل ان الغضروف بيتضغط على الفقرة، يعني الفقرة كده ضغط من هنا نعم. فبيخرج من الناحية التانية، هو مادة جيلاتينية، تمام. يعني الفقرات قربت من بعض من هنا فالغضروف يخرج من الناحية التانية. تمام. بس طبعا هو كده ما بيخرجش، يعني أول ما بتقوم بيرجع بيرجع مكانه. تاني، تمام. لكن مع الاستمرار في القعدة الغلط، مع الاستمرار يعني المفروض كل واحد يقعد مش أقل، يعني كل ساعة يمشي 5 دقايق أو يتحرك 5 دقايق ما عشان نقعدش، ان في ناس مثلا اللي هم زي اللي هم وظائفهم بتتطلب الجلوس فترات طويله على الكمبيوتر زي المترجمين مثلا، أيوه ممكن طبعا يفضل قاعد 12 ساعه وهو قاعد بنفس القعده بنفس الطريقه المده كلها او هو الفتره كلها. المفروض كل ساعة يتحرك 5 دقايق أقل حاجة. تمام ده اللي هو ما عندوش أي أعراض ما بيشتكيش، ده تمام أصلا ده الشخص حاجة الطبيعي وقائية. وقائي. تمام لكن اللي هو بيشتكي ما يقعدش طبعا الفترة دي، اللي تمام بيشتكي ده لازم في تمارين معينة بيعملها، في جلسات لازم بيبقى مداوم عليها، وعلى حسب الحالة بنحدد بقى عدد الجلسات تمام اللي هي يا إما بتكون مكثفة يا ممكن تكون عادية، ممكن مرة أو 2 في الأسبوع. يعني نقدر نقول ان الوظيفة مرتبطة ارتباط مباشر بموضوع الانزلاق الغضروفي مما يسبب بعد كده عرق النسا. انا اول ما حد بيتصل عليا او يبعت لي على الواتساب او اي باي طريقه وبيقول لي انا عندي انزلاق غضروفي في الرابعه والخامسه او العجزيه او كده، اول اسئله بسالها عندك كام سنه تمام والطول والوزن وطبيعه العمل اليومي اللي بتعمله. تمام طبيعه العمل ده من اهم الحاجات. ومن امتى ظهرت الاعراض. تمام فمن خلال الأسئلة دي أنا بحدد أول حاجة الوزن بتاعه، لأن الوزن ليه عامل أساسي في موضوع الانزلاق الغضروفي طبعا. تمام لما الوزن بيبقى زايد عن الوزن الطبيعي ده بيحمل على الفقرات القطنية، طبعا تمام الفقرات القطنية بتبقى شايلة الوزن، وزن الجسم من فوق. تمام يعني هي الفقرات القطنية هي نقدر نقول المساعد بتاع الجسم، زي يعني مثلا لو شبهناها شوية تشبيه ان العربية دايما ليها مساعدين رافعينها عن الأرض. هي فهو عاملة زي حضرتك بالظبط الكاميرا بتاع تمام المسلح اللي هي شايلة البيت وبتنقل الحمل للعمدان، هي بتوزع الحمل. بتوزع الحمل للرجل اليمين والرجل الشمال، نعم فهي شايلة الوزن اللي فوق. تمام فطبعا الوزن زاد، هي مش كل الناس بتلعب رياضة، صحيح. فدي برضو من الحاجات اللي احنا يعني ممكن نتكلم فيها، الأسباب عدم ممارسة الرياضة. تمام الناس مش فاضية أصلا، حضرتك ممكن تشتغل شغلانتين دي حقيقة.
وطبعا وتلاقي نفسك ان الحياة انت مفيش عندك صعبة، الوقت طبعا، ظروف الحياه مفيش دلوقتي وقت حاليا. ان احنا ولا نروح جيم ولا نلعب رياضة حتى 5 دقايق في اليوم، بيبقى الواحد تعب من الشغل صحيح عايز يريح. صحيح. ففقرات القناة العضلات بتاع منطقة القطنية بتبقى ضعيفة، تمام. فبمجرد ما حضرتك تبقى وزنك زايد او كده، او تيجي تشيل اصلا حاجة، طبعا الوزن زاد اكتر يعني حضرتك بتبقى مثلا زيادة. في ناس بتوصل ان هي بتكلمني عندهم وزنهم 120 و130 كيلو، تمام. لو فهو شالوا بيتكلم في حين ان هو لو ممكن يبقى طوله مثلا 70 170 ده 180، ممكن في ناس بتبقى بتوصل ان هي زيادة 50 كيلو 50 كيلو في اكتر، الوزن. دي مشكلة. اللي هم وزنهم 15 و20 كيلو بيشتكوا، يبقى بقى اللي هم وزنهم بالاضافه زيادة. ان دايما يقولوا ان كل كيلو في الوزن الزياده في الحمل مش بيعادل كيلو، ممكن يكون بيعادل في الحمل 4 كيلو، يعني ال 50 دول ممكن يكون بيعادلوا 200 كيلو طبعا ضغط على الفقرات. الفقرات تمام. فطبعا الاسباب زي ما قلت لحضرتك كده طبيعة الشغل وكده. فممكن حد يجي يشيل حاجة من على الأرض اللي هو مش بيشتغل أصلا، نعم. يعني في بيته أو أي حاجة، فيشيلها غلط. تمام. طبعا هو الطريقة الصحيحة إنك تشيل أي حمل، حضرتك بتقعد وبتقوم بالحمل بشكل أفقي، تمام تمام بشكل رأسي، تمام، بحيث ان انا اوزع الحمل على الجسم كله، مش يبقى مركز على الفقرات نفسها. فلو حضرتك مديت شلت الحاجة كده على طول كده اهو بإيدك كده، هتحمل على القطنية بس، تمام، مش هتحمل على الركب أو يعني مش صحيح هتحمل على باقي صحيح. الجسم. فمن هنا بقى ممكن يحصل يزود المشكلة أو بداية المشكلة، يعمل لي بقى انزلاق غضروفي في اللحظة دي. بس هي مش بتبقى في نفس اللحظة، يعني هي بتبقى البداية ومع بقى إيه الاستمرار مثلا في شيل الغلط. في ناس أصلا طبيعة شغلها بتشيل غلط، في ناس عمال، في انا ناس لسه هقول حاجة، يعني في بعض الاشخاص بنشوفهم ممكن يبقى هو شخص مثلا من اللي هم ربنا يديهم صحة، العمال بقى بتوع البناء والكلام ده، او مثلا الشايلين اللي هم في محطة القطر او حاجة، بيشيلوا حاجات تقيلة جدا وما شاء الله بيبقى الموضوع بالنسبه لهم مفيش مشكله، ويجي حد تاني يشيل حاجه بسيطه جدا، كرتونه مش عارف ايه الكلام ده كله، وتلاقيه في لحظتها يقول لك بس انا لا حصل لي حاجه مثلا. هو الاغلب اللي بيقابلني بصراحه الناس اللي هي بتقعد كتير، يعني اكتر من الشيء. الناس اللي هي بتشتغل يعني هم اصلا بيتحركوا، تمام طبيعه شغلهم تمام بيتحركوا، وممكن يبقى عندهم قوه بدنيه تمام من كتر تمام الشغل. تمام لكن لو في حد قاعد على مكتب او شغله قاعد على مكتب، بيبقى ده ما بيلعبش رياضه ده احنا نقدر نقول تقريبا، كمان زي اطباء الاسنان مثلا، دي مشكله، يعني احنا ممكن عندنا الموضوع ده بيبقى ماساه بيحتاج ان هو يثبت نفسه على وضع معين فتره بالظبط طويله. لفترات طويله بتوصل لثلاث او اربع ساعات مثلا، ممكن تبقى شغال بنفس الوضعيه في جراحه معينه او في حاجه ايوه لبعدين نفس القعده، طبعا دي بتبقى مشكله. فتقول انا ما شلتش حاجه ومش بعمل مجهود، ده انا بعمل يعني شغل بالظبط قاعد. وبرضه يعني بتحس بالاعراض، وبتبقى طبعا اعراض جامده بتوصل، يعني اعراض بتوصل لان هي ممكن تسبب شلل، تمام يعني تمام الرجل ما تتحركش تمام. بس دي طبعا في في الحالات المراحل المتاخره. المتاخره اللي احنا لو سبناها بدون علاج. ممكن برضو الناس اللي هم بيسوقوا فترات طويله، السواقه برضو، يعني سواء هو شغال اصلا شغلانته سواقه او حد عنده عربيه بيمشي فترات طويله وبيسوق، تمام. فالسواقه دي برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى ثابت في وضع معين اللي هو وضع الاعاد ده طب ايه اصلا المفروض غلط. يعمله؟ يعني لو واحد بيسوق لفترات طويله ايه المفروض اعمل ايه طيب؟ هو المفروض ان زي ما قلت لحضرتك كل ساعه يتحرك ياخد يعني البريك ممكن وينزل. يركن ويعمل اي حركه كده، المهم ان هو ايه يحرك ينشط الجسم الدوره بحيث ان هو الدمويه، يرجع السائل الموجود او الغضروف الموجود وكمان في الدوره مكان الدمويه في المنطقه بتبقى تكاد مش ده. عشان شغاله كده تمام. كمان بيحصل ساعات جلطات للناس اللي بتقعد فترات طويله. انا دايما ايوه بسمع ان موضوع، يمكن حضرتك عارف ان السفر احيانا مثلا لبعض الدول بيتطلب 15 ساعه في الطياره، تمام. فبيقعدوا نفس القعده دي بيحصل لهم بعدها جلطات. يعني هو طبعا تنشيط الدوره الدمويه ده مهم جدا في نعم موضوع الجلطات، وليه طرق كتير نقدر ننشط بها الدوره الدمويه، من ضمنها التدليك العلاجي تمام. والحجامه. نرجع تاني نكمل الاسباب بالنسبه للاسباب بتاعه الانزلاق برضه نكمل. الاسباب دي يعني ممكن زي ما قلت لحضرتك كده، هو اكتر حاجه الشغل، طبيعة الشغل والوزن الزايد، هم دول أكتر حاجة في الأسباب. نعم. الانزلاق الغضروفي لما بيزيد وأعراضه بتزيد بيوصل إن هو يعمل التهاب في العصب الوركي. هو ليه عمر معين؟ يعني ممكن الطفل يصاب بالانزلاق الغضروفي 10 سنين مثلا 13 سنة في الأطفال. هو السؤال بقى ممكن تقول الأطفال يصابوا بعرق النسا ولا لأ، تمام. لكن انزلاق غضروفي لأ، يعني
صعب. تمام، يعني خلينا احنا مثلا نتكلم فيه باستفاضه، فانا عشان كده مخلينه شويه بحيث ان احنا نخلص نفهم مفهوم الانزلاق الغضروفي بشكل كامل وننتقل منه على النسا، لان طبعا ده من الحاجات اللي هي ناس كتير بتعاني منها برضو وما بيبقوش عارفين يعالجوها ازاي النسا بالذات. فيعني كده نقدر نقول ان في عمر معين للاصابه بالانزلاق الغضروفي او بتكثر عنده الاصابه؟ هو الاغلب سن من سن 30 لسن 50 سنه. نعم، والنسبة تقريبا من 4 لـ7 أشخاص في المية، يعني ممكن لو قلنا بلد مليون بيصاب فيها 4000 شخص سنويا. تمام، وطبعا كلهم بيكون لهم أسباب، يعني يا إما حمل شيء تقيل، يا إما يا إما مثلا قعدة طويلة أو الكلام ده كله. بس هو فعلا الانزلاق الغضروفي مرض العصر. تمام، طيب أعراضه بقى، يعني عايزين نتكلم في أعراضه باستفاضة. الاعراض، ما قلت لحضرتك الانزلاق الغضروفي ما بتقدرش، مش بتبدا تحس بان هو عندك انزلاق غضروفي وتروح تكشف، وطبعا بنجري على الدكتور طبعا من الالام اللي احنا بنحس بيها، وطبعا دي بترجع للدكاتره، وانا بوجه كلامي للدكاتره رفقا بالمرضى، يعني حاول تاخده كده في حضنك، يعني حاول هو مريض في الاول وفي الاخر طبعا، بلاش تقول له على طول عمليه، كلمه عمليه دي بتعمل رعب وخوف قوي للمريض. تمام، يعني لو هو ما عندوش مشكله، المشكله بتزيد طبعا، عامله مشكله نفسيه. تمام، العلاج النفسي طبعا، العامل النفسي مهم قوي. تمام، بالنسبه للعمليات، هي اصلا 10% اللي ممكن يحتاجوا عمليات، و90% بيتعالجوا، و 80% منهم بيتعالجوا يدويا وبدون جراحه، من غير تدخل، من غير تدخل اصلا خالص، دوائي او جراحه ولا ادويه ولا اي حاجه، العلاج اليدوي اللي احنا بنتكلم عنه. تمام، في طبعا نسبه ممكن نحتاج تدخل بالادويه، يعني مساعده بالادويه. نعم، دي بتبقى نسبه قليله برضو، بس طبعا الادويه دي بتسبب يعني المعده بتتعب طبعا، ليها السايد افكتس او الاعراض الجانبيه بتاعتها، لازم زي اي حاجه بتاعتها طبعا لكل الاجهزه في الجسم. نعم، بتأثر كمان على الجهاز العصبي، لكن نقدر نقول ان احنا عندنا نسبه قليله جدا قوي اللي بتحتاج ان احنا لازم نعمل تدخل جراحي، مش هينفع مع اي حاجه تانية، دي نسبه قليله. هي النسبه القليله اللي هي احنا طبعا احنا بنتكلم على الانزلاق الغضروفي اللي هو بيسبب عرق النسا. نعم، لكن الانزلاق الغضروفي اللي هو اصلا ما حدش حاسس بيه، يعني يعتبر الناس كلها عندها، يعني اغلبها عندها انزلاق غضروفي، هو نسبه كبيره من الناس بيحسش الا لما بيوصل ان هو يعمل يضغط على العصب ويعمل التهاب. تمام، العصب الوركي. تمام، طيب الانزلاق الغضروفي بنعالجه ازاي يدويا؟ بنعالجه ازاي؟ دي بقى يعني في خطوات، اللي هو طبعا انا قلت لحضرتك احنا بسال الاول عن يعني الوزن والطول وكده عشان احدد اعرف الاسباب، ان انا بدور على الاسباب عشان اعالجها، اعالج السبب عشان اقدر ان انا اعالج المشكله. ما بشتغلش على الاعراض طبعا. نعم، الاعراض دي يعني هديله مسكنات تسكن الالم وتسلم ايدك يا دكتور انا كده خلاص. تمام، في حين ان المشكله الساعه ما بتتفاقم اصلا وبتزيد، هي اصلا موجوده. تمام، لكن انا دلوقتي بدور على الاسباب. الاسباب بقى انا بدور عليها اللي هي زي ما قلت لحضرتك كده، شغله، بشوف شغله ايه، طبيعه شغله، وببدا ان انا اقول له نصايح ان هو ما يعملش العادات السيئه او العادات الغلط اللي بيعملها يوميا وبصفه مستمره. بالنسبه للوزن ببدا اديله برنامج تخسيس. تمام، طبعا برنامج افضل برنامج تخسيس اللي هو الصيام المتقطع. نعم، اللي هو 16 ساعه. تمام، ده هو بيقدر ان هو يصوم فتره طويله جدا بس بشرب الميه عادي، يعني بيشرب ميه عادي. هو نظام برده متكامل، فيه كمان دخلت فيه موضوع الغذاء المناسب لفصيله الدم، يعني كل واحد فصيله دمه. نعم، ليها اكل مناسب. بتفرق؟ طبعا. ازاي بقى؟ بتدي نتيجه اكتر، وحرق الدهون اكتر، وطبعا هو اصلا الاكل اللي احنا بناكله بيروح فين في الاخر، يعني بيبقى تمام، بيتخزن جزء منه، بيتخزن طبعا كدهون، وجزء بيبقى في الاخراج طبعا. الموضوع برنامج التخسيس ده برضو ده من ضمن العلاج ده. تمام، لو هو الوزن زيادة، في رياضة، في رياضة علاجية أنا بعملها في الجلسة، وفي رياضة دايما بيعملها طول اليوم، ممكن 3 مرات على قد. زي ايه يعني؟ هو المريض مثلا بيبقى جهاز معين أو حاجة، ولا حاجة ملهاش علاقة بالجهاز؟ لا، هو في رياضة عادية خالص بتساعد على رجوع الغضروف مكانه، يعني. نعم، أنا طبعا في حد الانزلاق عنده من الجنب الشمال، يعني ضاغط على العصب اللي هو الجنب الشمال. تمام، في حد تاني الانزلاق ضاغط على العصب الجنب اليمين، فبتفرق من واحد للتاني التمرين اللي هو يعمله. او جميل، ده طبعا بنحدده في التشخيص، وزي ما قلت لحضرتك في الاول التشخيص لازم بيبقى بإشعة. تمام،
عشان التشخيص السليم هو بداية طريقة العلاج الصح. تمام، يعني حضرتك بتشخص الانزلاق الغضروفي عن طريق ان انت تسمع الاعراض من المريض، ولازم يعمل لك فحوصات برضه. الاشعه هي اللي بتحدد اصلا ان هو انزلاق غضروفي. تمام، لان هو ممكن زي ما قلت لحضرتك ايه، ممكن يكون ورم. تمام، وممكن يكون التهابات عامله خراج، وممكن يكون اصلا هو اتعرض لحادث حصل ان التزحزح او تزحلق في الفقرات. تمام، برضه عمل الضغط على العصب. في الحته دي بقى عمليات. تمام، يعني الحادث اللي هو بيحصل بيجي يعمل تزحزح في الفقرات دي، بالنسبه لدي عمليه ملهاش حل يعني تاني. دي احنا بنتكلم ان الفقره نفسها خلاص بقى مش هي السائل لازم بس، لازم الفقره نفسها. تتثبت، تمام، عشان اللي يقول لك انا هرجع الفقره والكلام ده يعني تمام، مش تمام، كلام مش صح. مظبوط. بالنسبه للاورام دي اكيد عمليه طبعا، عمليه اه عشان اه طبعا عشان لازم ازاله الاورام ده الورم يتشال. طبعا. بالنسبة بقى للالتهابات دي، ممكن بمضادات حيوية، بأدوية يعني. نعم، يعني عادي الخراج ممكن يتعالج. تمام. طيب وبعد كده بقى كعلاج يدوي، حضرتك بقى بتتدخل ازاي بالعلاج اليدوي يعني؟ العلاج اليدوي بيبقى عبارة عن كايروبراكتيك. دي تمام، تقنية بتكنيك معين، بتفرق طبعا من حالة للتانية على حسب التشخيص وعلى حسب الحالة. بنعمل شد للفقرات، بنعمل تقويم للعمود الفقري، طقطقه بقى والكلام ده. يعني هو في ناس بتقول عليها دلوقتي سمكره بني ادمين، يعني اه فعلا. شفتها، انا شفت بعض المصطلح ده كتير يعني. حتى انا برضو القناه عندي على اليوتيوب عاملها علاج الطب العلاج اليدوي وسمكره البني ادمين تمام وبتاع، فغيرت الاسم خليته علاج يدوي بس. تمام بالنسبة للجلسة بتبقى عبارة عن كايروبراكتيك، اللي هو زي ما قلت لحضرتك كده، اللي هو الشد الفقرات وطقطقة وتقويم العمود الفقري. نعم، والتدليك العلاجي. التدليك العلاجي ده مهم قوي، ومهم بنسبة يعني بنسبة كبيرة. تمام، الناس اللي هي بتروح تعمل جلسات علاج طبيعي بأجهزة، مش يعني بصراحة هي بتخسر الموضوع، يعني مش بتستفيد من موضوع التدليك بنسبة كويسة. بيبقى 10 دقايق ربع ساعة، مش بيستكفوا منه. يعني طبعا احنا نقدر نقول ان احنا حتى لو عملنا بأجهزة بيبقى يتطلب برضه هو تدخل يدوي احسن. بصراحة هو انا من ساعة ما بدأت اشتغل في المجال بسأل الناس على طرق العلاج اللي هو مروا بيها قبل ما يجوا يعني يعملوا جلسات معايا. نعم، فكله بيقول احنا رحنا عملنا جلسة 12 جلسة علاج طبيعي ومش عارف، مفيش اي مفيش نتيجه. تحسن. بيحصل تسكين للالم في وقتها، وبعد كده بيرجع تاني. تمام، فطبعا طبعا احنا بنحتاج اللي هي العلاج الطبيعي اللي هو باجهزه لبعض الاوقات، وبعض الاجهزه مهمه يعني بنحتاجها. تمام، بس في الحاله دي بتبقى العلاج اليدوي افضل. نعم، اللي هو بقى يعني بيبقى تدخل. انا دلوقتي لما بشتغل بايدي بحس الحاجه، يعني انا ببقى عارف انا بعمل ايه وبحسها تحت ايدي، لكن نعم، لما يكون الجهاز اللي شغال مش بعارف هو بيعمل ايه. التدليك ده يعني مش عارف من كتر المميزات والفوائد بتاعته، انا يعني ده عايز حلقه كامله. لا، في ناس بتعتبره حاجه ترفيهيه يعني، مش حاجه بالعكس، علاجيه. هو حاجه ترفيهيه بقى للناس اللي هي بتروح سبا ويعني شغل كده ملوش لازمه. لكن ونعتبره ممكن يبقى وقائي برضه يعني، هو ممكن يبقى وقائي. هي اصلا الجلسات اللي انا بقول لحضرتك عليها دي قبل ما تكون علاج هي وقايه. يعني حضرتك ممكن تعمل كايروبراكتيك نعم، وتدليك علاجي حتى لو مش بتشتكي من الانزلاق الغضروفي. طيب انا استاذن حضرتك ناخد اتصال من استاذه منى. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذه منى اتفضلي. ممكن اكلم دكتور عبد الرحمن؟ اتفضلي طبعا، دكتور سامعك. اتفضلي. طيب هستأذنك بس نوطي التلفزيون، نسمع من التليفون. طيب تمام. دكتور عبد الرحمن لو سمحت، هو عيادة حضرتك في اكتوبر فين بالظبط؟ طيب هو ال 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 يعني احنا بس هنتواصل مع الكنترول، نسيب رقمنا وهم هيتواصلوا مع حضرتك يقول حضرتك بالظبط التفاصيل كلها. تمام، لو حضرتك بتشتكي من حاجه يا فندم او عايزه تستفسري اتفضلي وانا تحت امرك. هل في استفسار معين؟ لو حضرتك كنا عايزين العنوان. تمام، في استفسار معين او مشكله معينه الدكتور يرد على حضرتك عليها برضو، العنوان هناخده طبعا من الكنترول دلوقتي. طيب الف شكر لحضرتك. في استفسار بسيط. اتفضلي يعني. اتفضلي. وحضرتك انا موظفه ومعظم الوقت ببقى قاعده على الكرسي. نعم، طول الوقت يعني. تمام، بحس بألم فظيع في ظهري وبيسمع في ركبتي كمان يعني.
طيب هو الموضوع ده ظهر من امتى يا فندم؟ و... سامعاني يا فندم؟ سامع حضرتك. الموضوع ده الاعراض دي ظهرت من امتى؟ ويا ريت حضرتك تقولي السن والطول والوزن. هو السن 27، الطول 163، الوزن 70. تمام، والاعراض ظهرت من امتى؟ من اقل من سنه كده. حضرتك عملتي اي اشاعات او كشفتي او كده؟ هو انا بكشف وبيديني في مسكنات وكريمات وكلام من ده، فمش بدعم. عملتي اشعه رنين مغناطيسي؟ لا بصراحه ما عملتش. تمام تمام. هو الاعراض اللي عند حضرتك بتوصل ان هي بتبقى يعني تنميل في الرجل، ولا يعني كهربا بتحسي ما بتقدرش تقفي، ما بتقدرش تمشي كويس، ولا اعراض ايه بالظبط؟ هو التنميل بس، لكن المشي لسه ما وصلناش للمرحله دي يعني. طب الحمد لله. لا ان شاء الله مش هنوصل لها يعني. تمام استاذه حضرتك تسمعينا، هنرد على حضرتك حالا. وبالنسبه للعنوان حضرتك هتسيبي بس رقمك في الكنترول وهيتواصلوا معاكي. طيب هي دلوقتي استاذه منى بتسال على موضوع ان هي بتقعد فترات طويله. انا طبعا يعني بقول لاستاذه منى حظها كويس قوي. تمام. وامها بتدعي لها. تمام. ان هي وصلت يعني الطريق ما بقاش طويل في الجلسات والحاجات اللي هي ضيع وقت. نعم. العلاج اليدوي هو افضل حاجه، اللي هو يعني هي دلوقتي لسه في المرحله الاولى. نعم. يعني هي لسه دلوقتي بتقول بسم الله في عرق النساء. تمام. طبعا الموضوع بيزيد، والمشكله ان الناس مثلا ايه، انا في ناس في الفتره في الايام دي بتكلمني، طب انا هبدا معاك من بعد العيد. مش عارف ايه علاقه بعد العيد، يعني دلوقتي بشتكي من حاجه وتعبان. المفروض ان انا ما اسيبهاش. ده ممكن اليوم يفرق. اليوم بيفرق في اليوم يفرق ان انا ممكن عندي اعراض دلوقتي واقوم اشتغل اعمل شغلانه او اعمل اي حاجه تزود المشكله اكتر. نعم. فالالتهاب بيزيد، لان هو الالتهاب بيوصل بيعدي من اللي بيوصل لمنطقه الفخذ، وبيزيد بقى بيفضل يزيد مراحله، هو ثلاث مراحل لحد ما يوصل بقى للقدم من تحت. تمام. وبيعمل احنا مش عايزين نحرق يعني هي بقى الافضل ليها تظبط وزنها، لان هي وزنها تقريبا زياده. تمام. 10 كيلو. هي قالت الوزن عندها 70 كيلو والطول 163. هي وزنها زياده مثلا 7 8 كيلو او 10 كيلو. نعم. محتاجين ان احنا ننزل الجزء ده الاول كبدايه للطريق. هي وزنها مش زياده قوي، بس هي مشكلتها في عادة الفتره. نعم. الطويله، يعني هي الشغل طيب. بتاعها بتقعد فتره طويله. هستاذن حضرتك ناخد اتصال من الحاجه وفاء. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن أتكلم دكتور عبد الرحمن؟ اتفضلي يا حاجة وفاء. والله يا دكتور أنا أيوه دكتور. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، اتفضلي. حضرتك ممكن توطي التلفزيون وتكلمينا من التليفون يعني، اتفضلي. أنا دكتور عاملة استئصال الكلى الشمال، وبلبس رقبة بقالي أكتر من 10 سنين بلبس رقبة، وعاملة لي وش طبعًا. أنا بقعد في البيت ما بخرجش، ببقى قلع الرقبة عاملة لي وش في دماغي بطريقة مش معقول، مش عارفة. هو حضرتك ذكرتي عملتي استئصال لحاجة أو قلتي أو في مشكلة حصلت في الأول؟ أيوه أنا عاملة استئصال الكلى الشمال. استئصال إيه معلش عفوا؟ عاملة استئصال كلية. استئصال كلى. تمام تمام تمام. رقبتي من فوق، أنا بلبس رقبة بقالي أكتر من 10 سنين، وعندي وش في دماغي زي ما يكون قطر ماشي في دماغي على طول. وطبعا لما بقعد في البيت ما بلبسش الرقبه، ولما بقعد في البيت كتير طبعا ما بلبسش رقبه خالص، بسبب ان انا قاعده في البيت ما بلبسهاش خالص الا نادرا لو خرجت الشارع. تمام. بس كده بس. على طول انا بشعر بدوخه وبشعر للاسف انقطع الاتصال. كنت عايز اعرف يعني نختم بقى بنختم نختم، خلينا بقى نتكلم بالاسباب بقى بتاعت الرقبه، نختم بيها على طول في دقيقه كده اسباب الم الرقبه او تيبس الرقبه، عشان برضو هي طبعا الانزلاق. هو طبعا الانزلاق الغضروفي ده مش في منطقه القطنيه بس، يعني هي ممكن يكون كمان في العنقيه. نعم. والعنقيه دي ممكن بسبب استخدام التليفون. نعم. طبعا كلنا ما بنقدرش نستغنى عن التليفون حقيقه طبعا، من اول طفل لسه عنده سنتين بيستخدم التليفون غلط، بيقعد عامل التليفون كده والرقبه بتبقى محنيه لقدام، فده بيعمل انزلاق برده في الفقرات القطنيه، بتسبب المشاكل اللي هو الصداع، ممكن تعمل تنميل في احد الذراعين او في الذراعين الاثنين، وطبعا تيبس عضلات الرقبه ده برده بيسبب نفس المشاكل. تمام. يعني برده ده علاجه العلاج اليدوي والتدليك العلاجي.
يعني احنا نقدر نقول برضو ان احنا نبدا بان احنا نفقد الوزن اذا كان في وزن زياده. هو مشكله الرقبه دي مش ما بقاش لها علاقه بالوزن قوي. تمام. هي المشكله بتبقى زي ما قلت لحضرتك كده، العادات اليوميه اللي احنا بنعملها، وممكن تكون اتعرضت لحادث ما هي ما فهمتش من حضرتك بالظبط. تمام تمام. طيب هي ممكن تتواصل برضو مع الكنترول وتتواصل بعد كده مع حضرتك بحيث ان احنا نقدر نشوف المشكله فين ونحددها. للاسف احنا انتهى وقت حلقتنا سريعا. يعني اسمحوا لي ان انا اشكر ضيفي اللي كان منورني، عبد الرحمن صالح، متخصص العلاج اليدوي والطب التكميلي. حضرتك نورتنا وشرفتنا، وعلى وعد حضرتك بلقاءات اخرى عشان نتكلم في مواضيع مهمه جدا. لسه بقى كان عندنا موضوع النسا برضو، ده موضوع كبير جدا وبيصيب نسبه كبيره من الناس باذن الله. كذلك بتوجه بالشكر للساده المشاهدين، استنونا مكملين معاكم باقي فقرات حلقتنا، وهتروحوا في اي مكان.